الهارت فيلير او موضوع فشل القلب هنتكلم فيه على الديفينيشن، على التايبس ومعاها امثله للايتيولوجي اللي بيعمل كل تايب، على المانيفستيشنز اللي بشخص منها الهارت فيلير، على الباثوفيسيولوجي الاندرلاينج المانيفستيشنز دي، وعلى المانجمنت بتاع الهارت فيلير. نبتدي بالتعريف، يعني ايه هارت فيلير؟ انا عندي فيه عادة بالانس ما بين الكاردياك اوتبوت او كمية الدم اللي بيطلعها القلب واحتياجات الجسم. لو حصل ان الكاردياك اوتبوت بيكفي احتياجات الجسم او اكتر حتى منها، ده يبقى نورمال هارت. لكن لو حصل ان الكاردياك اوتبوت كميته قلت بحيث ان احتياجات الجسم بقت اكتر منه، او حتى لو الكارديك اوتبوت زيادة لكن احتياجات الجسم كانت اكتر، فده هو الهارت فيلير. هنا في نقطة مهمة، لما نيجي نراجع وظائف القلب نلاقي القلب له وظيفتين. القلب بيكونتراكت في الاول ايزومتريك وبعد كده ايزوتونيك. اثناء الايزومتريك كونتراكشن بيتولد الارتيريال بلاد بريشر، اثناء الايزوتونيك كونتراكشن بيحصل ايجكشن للكارديك اوتبوت. فالقلب له وظيفتين، الوظيفة الاولى انه بيطلع كارديك اوتبوت، والوظيفة التانية انه بيولد بلاد بريشر يزق الكارديك اوتبوت ده يوديه للسيركيوليشن. نلاحظ ان فشل القلب ما جاش ناحية التعريف، ما جاش ناحية الارتيريال بلاد بريشر خالص. فشل القلب معناه ان وظيفة الايجكشن هي اللي ما بتحصلش كويس، الكاردياك اوتبوت اقل من البودي ديماند، في امبالانس بين الاثنين، وهذا الامبالانس لصالح البودي ديماند. هل البلاد بريشر بيقل اثناء الهارت فيلير؟ الاجابة مش شرط. بعض انواع الهارت فيلير البلاد بريشر فيها بيبقى عالي، وبعض انواع الهارت فيلير البلاد بريشر فيها بيقل. يبقى اختلال وظيفة الايجكشن هي المقصودة بتعريف الهارت فيلير. نقطة تانية برضو مهمة هنا لازم ناخد بالنا منها، ان احيانا يكون الكارديك اوتبوت اكتر من 5، وده برضو هارت فيلير زي ما هنشوف بعد كده في حالات الثيروتوكسيكوزيس، لان البودي ديماند زادت عن الكمية اللي طالعة حتى لو كانت الكمية دي شكلها زايد. بعد كده هنتكلم على انواع الهارت فيلير، وبيهمنا هنا تقسيمتين، تقسيم على حسب التايم كورس بنقسمه الى اكيوت وكرونيك. اشهر مثال للاكيوت ان بيحصل رابتشر للبابيريلي ماسل، فيحصل اكيوت ميترال ريجيرش، الفنتركل يجي يضخ الدم بدل ما بيضخه في الاورطة يلاقي فيه بريفر ريزيستنس عالية في الاورطة فيضخه ناحية الاتريوم لان الميترال فالف بيبقى خسران، فبيحصل اكيوت ميترال ريجيرش وكمية الدم او الكارديك اوتبوت اغلبه بيطلع للاتريوم فما يتعدش كانه كارديك اوتبوت. اشهر مثال للكرونيك هارت فيلير في الهايبرتنشن، ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة بيخلي القلب يحصل له كونسنتريك هايبرتروفي، ولما تبقى عضلة القلب سميكة بهذا الشكل بتانكروتش على اليومن بتاع القلب، لما القلب يجي يضخ كمية دم ويلاقي الريزيستنس عنده عالية بيستهلك اغلب الطاقة بتاعته في انه يولد بريشر، ونتيجة كده الطاقة اللي فاضلة عشان تعمل ايجكشن للكارديك اوتبوت بتقل، فتقل كمية الدم اللي طالعة من القلب. النوع التاني، التقسيمة التانية على حسب كمية الكارديك اوتبوت، في لو كارديك اوتبوت وفي هاي كارديك اوتبوت، ونقصد بيها لو او هاي بالنسبة للليفل اللي احنا متعودين عليه في النورمال اللي هو 5 لتر. اشهر مثال للو كارديك اوتبوت ان يحصل انسلت لعضلة القلب زي ما بيحصل فيه الميوكارديال انفاركشن، فعضلة القلب تضعف وما تقدرش تضخ الخمسة لتر اللي متعودين عليهم. في الهاي كارديك اوتبوت اشهر مثال ليها الثيروتوكسيكوزيس، بيزيد هرمون الثيروكسين، ولما بيزيد هرمون الثيروكسين بيزيد الميتابوليزم وبيزيد كمية الدم اللي بتضخ انحاء الجسم كلها، بيوصل القلب لدرجة انه ما يقدرش يفي باحتياجات الجسم رغم انه بيطلع كميات كبيرة ممكن توصل لستة او سبعة لتر، لكن برضو مش كفاية للجسم في حالة الهاي ميتابوليك ريتس، فده يبقى اسمه هاي كارديك اوتبوت فيلير. بعد كده هنتكلم على المانيفستيشنز اللي بشخص بيها الكارديك اوتبوت، ودي نوعين، كونجستيف مانيفستيشنز او مانيفستيشنز احتقانية، ودي هنبتدي بيها الاول. معناها ايه كونجستيف مانيفستيشن؟ ادي القلب اهو
عندي ناحية يمين وناحية شمال، وكل ممكن كل ناحية منهم ممكن تفشل لوحدها، يعني ممكن يحدث كونجيشن نتيجة فشل الناحية اليمين او الرايت فينتركل، ومانيفستيشن نتيجة فشل الناحية الشمال اللي هي الليفت فينتركل. الكونجيشن بيحصل نتيجة ان الدم اللي راجع للهارت القلب مش قادر يستقبله، فيفضل في البريفرال سيركوليشن فيعمل اعراض احتقانية في الانسجة. لو ابتدينا بالناحية الرايت فينتركل، الرايت فينتركل بيجمع الدم من جميع انحاء الجسم، وبالتالي لما في ما عدا اللنج طبعا، وبالتالي لما يفشل هذا الجزء الدم بيتجمع في انحاء الجسم. اصعب حته بترجع الدم للقلب هي ابعد حته عن القلب، وهي اللور ليمب. فالعيان بيبتدي يجيله انكل إديمة، والإديمة تبتدي تطلع لفوق بالتدريج، تاخد الشيم بتاع التيبيا، وبعدين تاخد الثاي، وبعدين تاخد الابدومين، الى ان يصل ان العيان يجيله احتقان حتى في الانترنال اورجانز زي الليفر، فيبقى عنده كونجستد تندر ليفر. اجي المسه الاقيه بيوجعه. لما بتزيد الحالة عن كده، او لو كان العيان في الوضع النايم، بيبتدي يحصل كونجيشن في النيك فينز، فبلاقي في كونجستد بالسيتنج نيك فينز. وكلمة بالسيتنج دي عشان افرقها من بعض انواع الكونجيشن، زي في الكونستركتيف بريكاردايتس لما يكون في انسداد عند البريكارديوم بيخلي الدم ما يرجعش القلب رغم ان القلب سليم. لكن في حالة الهارت فيلير بيبقى في بالسيشن في النيك فينز، لان النيك فينز بتبقى واصله بالقلب، ومع كل نبضة قلب بتبان البالسيشن. نيجي للناحية الشمال، الناحية الشمال بيرجع لها الدم من الرئة عن طريق البلموناري فينز. لو الدم ما تسحبش من الرئة ايه اللي هيجرى؟ بيبتدي العيان يجي له ديسنيا، كرشة نفس، لان الرئة فيها مكان للهواء ومكان للدم. لما الدم يزيد بينكروتش على الاير سبيسز، بعد شوية تبتدي الديسنيا تزيد، ويبتدي العيان يجي له ديسنيا لما يبقى ممدد، فيضطر ينام على كذا مخدة، وده بيبقى نتيجة انه لما بينام الديافراجم بيضغط بالابدومينال اورجان، يضغط على الرئة يقلل الكباستي بتاعتها، وده بيخليه يصحى اثناء النوم ويدخل في حاجة اسمها باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، بتصحيه بعد ما ينام بشوية نتيجة ان الرئة اتملت بالدم. كمان العيان بيبتدي يكح في محاولة انه يسلك الايرويز من الفلويد اللي بيتجمع فيها. احيانا يحصل رابتشر لبعض الكابيلاريز، فيبقى الكحة دي معاها دم او هيموبتسز. وفي الاحوال الشديدة والترمينال الرئة بتتملي بالمية، فبيدخل في بالمونر اديما زي ما باين في الاكس راي، الفلويد مالية اللنج فيلد اللي هي المفروض تبقى مور ترانسلوسنت عن كده. المجموعة التانية هي اللو كاردياك اوتبوت مانيفستيشنز، دي بتحصل لما القلب ما يقدرش يطلع كمية دم تافي باحتياجات النسيج اللي هو بيبعت له او التيشو اللي بيبعت له. عندنا ليفت سايد لو كاردياك اوتبوت مانيفستيشن، الليفت فينتركل مش قادر يضخ الدم لانحاء الجسم المختلفة، وفي امثلة كتيرة لكده، منها الكولد ساينوزد هاند، ما بيروحلهاش دم كتير للايدين، ابعد حتت عن الجسم عن القلب بتبتدي تشتكي الاول، فالعين يحس ان ايديه ساقعه لان مفيش كميه دم بتروح لها. لما ما يروحلهاش دم كتير يبتدي يتسحب الهيموجلوبين الاكسجين بتاعه بكميه اكبر، فالهيموجلوبين اللي بيفضل بيبقى لونه مزرق، يدي التنج بتاع الساينوز اللي احنا شايفينه. كمان البرين ما بيروحلوش كميه دم كتيره، يبتدي العين يحس انه ديزي، ممكن احيانا بعض المرضى يجيلهم سينكوب. العضلات ما بيروحلهاش دم كتير، العيان يحس بفتيج مع اقل مجهود، ما يقدرش يطلع السلالم، ما يقدرش يعمل مجهود كبير. الرئه ما بيروحلهاش دم كتير، فتقل كميه اليورين اللي بتتكون، اللي بسميها الاوليجوريا. في الرايت سايد لو كاردياك اوتبوت، الرايت سايد بيضخ الدم للرئه، يبقى الرئه هي اللي هتشتكي. الرئه هتشتكي لما ما بيروحلهاش دم كتير، العيان يجيله ديسنيا، وخاصه برضو مع المجهود. ولما اعمل اشعه الاقي اللنج لونها اسود خالص، ما فيهاش برونكو فاسكولار ماركينج، لان كميه الدم اللي بتروح لها قليله، وده بسميه بالمونري اوليجيميا. ايه الباثوفيسيولوجي اللي تسبب في حدوث هذه الاعراض؟ في الباثوفيسيولوجي هتكلم على الكاردياك لودز، وهتكلم على الستيجز بتاعت الهارت فيلير، الكومبنسيتد والنون كومبنسيتد والاند ستيج.
نيجي نشوف الكاردياك لودز، القلب عليه احمال، الاحمال دي بعضها بيجي اثناء الدايستول وبعضها اثناء السيستول. اثناء الدايستول القلب بيرسيف الدم اللي راجع له من كل انحاء الجسم، الدم اللي راجع ده اهو رجع مال الفنتركل اسمه البريلود او الفينوس ريتيرن، ده الحمل الاول، والحمل ده بيظهر للقلب قبل الكونتراكشن، فالقلب بيتمط علشان يجهز الساركوميري اجكت البريلود اللي جاي له كله. في نهايه الدايستول القلب بيبقى فيه حوالي 130 مللتر من الدم، القلب بيعمل حسابه انه يعمل لهم اجكشن، يجي يعمل لهم اجكشن اثناء السيستول يفاجئ ان هو بيجكت بيزق الدم للبلاد فيسلز يلاقي ان في بريفرال ريزيستنس او بالمونري ريزيستنس بتقاومه، فيستهلك جزء من الطاقه اللي مجهزها عشان يعمل اجكشن في انه يولد بريشر يزق بيه هذا الدم، الجزء اللي فاضل بيجكت الدم. يبقى معنى كده ان البريفرال ريزيستنس او الافتر لود بتسرق جزء من الانرجي المعدل للاجكشن، والقلب ما بيقدرش يضخ ال 130 مللتر اللي فيه، بيضخ 70 بس. يبقى الاثنين لودز دول هما الاحمال اللي على القلب، على الكونتراكتيليتي والهارت ريت ان هما يجهزوا نفسهم ان هما يديل مع الاحمال دي. في الشخص النورمال الكونتراكتيليتي بتقدر تضخ الكميه اللي الجسم محتاجها في كل ضربه، وعدد ضربات القلب بيبقى كافي انه يطلع كاردياك اوتبوت يافي باحتياجات الجسم. نيجي بقى الستيج بتاعت الهارت فيلير. هنتخيل الهارت هو ايدين الرياضي ده اللي بيرفع الاثقال، وادي الاحمال اللي عليه البريلود والافتر لود هيشيلهم. في الستيج الاولانيه قدر يشيلهم بس عمل مجهود زياده عن اللزوم من عضلات ايديه او من عضلات القلب. بما انه قدر يشيله يبقى العيان عاده ما بيشتكيش من اعراض، فبنسمي دي الكومبنسيتد هارت فيلير. القلب قدر يفي باحتياجات الجسم بس بعمايل مجهود اكثر مما يجب او بكومبنسيشن الجسم عمله عشان يساعد هذا القلب. المرحلة التانية دي كومبنسيتد، ما قدرش يشيل الأحمال، يدوب بيحاول يرفعها من على الأرض لأن القلب ما قدرش يتحمل الأحمال الزائدة. لكن لو أنا قدرت أساعده ممكن يقدر يرفع الأحمال دي، أساعده بأن أنا أخفف الأحمال اللي عليه أو أساعده بأن أنا أعوله عضلات إيديه علشان يقدر يشيل. في المرحلة الثالثة دخل في الاند ستيج، حصل الريفرسابل دامج للهارت، الاحمال ما اتشالتش خالص، دخل في اند ستيج هارت فيلير، وده عادة بيبقى تيرمينال. تلت العيانين اللي عندهم هارت فيلير بيموتوا سنويا لو ما خدوش علاج. نتكلم على مرحلة الكومبنسيتد هارت فيلير ونشوف ايه اللي بيحصل فيها. اول ما يقل الكاردياك اوتبوت الجسم بيحصل فيه حاجتين، بيقل الرينال برفيوجن من الدم، يبتدي يحصل استيميليشن للرين انجيوتنسين سيستم، والرين انجيوتنسين سيستم بيعمل سولت ووتر ريتينشن، ده بيزود البريلود وكمان بيعمل فازو كونستريكشن يزود بيها الافتر لود. واحد هيقول لي طب والبريلود لما بيزيد بيفيد القلب؟ في الاول ايوه بيفيد القلب لانه بيمط الساركومير يخليه كونتراكت اكتر. طب والافتر لود لما بيزيد بيفيد؟ بيفيد لانه بيعلي البلاد بريشر اللي بيوزع بيه هذا البلاد، فيقدر يوصل الدم لانحاء الجسم بالكميات القليله اللي طالعه. طيب وايه كمان؟ لما بيقل الارتيريال بلاد بريشر نتيجه نقص الكارديك اوتبوت بيبتدي السمباثيتك كمان يشتغل، والسمباثيتك يشتغل يعمل فازو كونستريكشن، ده بيزود لي الافتر لود وده بيفيدني في توزيع كميه الدم القليله اللي طالعه، وكمان السمباثيتك بيطلع رينو انجوتنسن يعني برضه بيعمل لي شويه سولت ووتر ريتنشن. النتيجه في الاخر ان البريلود والافتر لود زادوا، وزيادتهم ما هياش كتيره، زيادتهم في وضع الكومبنسيت هارت فيلير مفيده لانها بتؤدي الى زياده الكونتراكتيليتي ولزياده الهارت ريت. سمباثيتك بيزود الكونتراكتيليتي والهارت ريت، والمط القلب بالبريلود بيزود الكونتراكتيليتي، فيقدروا يتعاملوا مع اللودز الزياده اللي جايه للقلب. هل الحكايه هتفضل كده على طول؟ لا، الجسم هيدخل بعد كده في ديكومبنسيشن، السولت ووتر ريتنشن اللي حصل بيزيد قوي،
الفيناس ريتيرن زاد جدا لان القلب مش قادر يضخ الدم اللي جواه، فكمية الدم اللي فاضله كتيرة، يبقى البريلود كتير. لو جينا نبص على الكيرف، العلاقة بين الاستروك فوليوم والبريلود، هل كل لما بيزيد البريلود فعلا الكونتراكتيتي بتزيد؟ هنلاقي الكيرف كان بيزيد في الاول في مرحلة الكومبنسيتد لحد ما وصل لليميت، بعدها حصل الدي كومبنسيشن وقل الكاردياك اوتبوت لان الساركومير اتمط زيادة عن اللزوم، ده اسمه دي كومبنسيتد هارت فيلير. الفاسو كونستريكشن ايضا لما بيزيد، بيزيد الافتر لود بكمية كتيرة جدا، وهذا الافتر لود لو جينا نبص على العلاقه ما بين الاستروك فوليوم والافتر لود نلاقي الكاردك اوت بوت هيبتدي يقل جامد. في هذه الحاله الجسم بيحاول يزود الكونتراكتيت والهارت ريت بالسمباثيتك، لكن زيادتهم كمان بتضرني. الكونتراكتيت لما بيزيد قوي القلب عايز اكسجين كتير مش لاقيه، يبتدي عضله القلب تتضرر. لما الهارت ريت يزيد قوي تقل الفتره المسموحه للدايستولي اللي القلب بيملى فيه عشان يضخ، هيقل الدايستوليك فيلينج فيقل الكارديك اوتبوت اكتر، وهي دي مرحله الدي كومبنسيشن اللي انا لازم اتدخل فيها. اتدخل بان انا اقلل البريلود الزياده، اقلل الافتر لود الزياده، الهارت ريت الزياده قوي ابتدي برضو احاول اقلله، والكونتراكتيليتي اعمل لها سبورت. وبالتالي لاينز اوف تريتمنت الاساسيه هي لاينز ان انا اقلل البريلود، لما بقلل البريلود احسن اعراض او اكتر اعراض تتحسن هي اعراض الكونجشن. اللاين الثاني ان انا بقلل الافتر لود، لما بقلل الافتر لود اكتر اعراض تتحسن هي اعراض اللو كاردياك اوتبوت لان الريزيستنس قدام ضخ الدم بتقل. الحاجه الثالثه ان انا بزود الكونتراكتيليتي، لما بزودها الاثنين بيتحسنوا، لان لما بزود الكونتراكتيليتي الكاردياك اوتبوت بيزيد، فاللو كاردياك اوتبوت بنفسيشن تتحسن، الفنتريكل يفضي فيعرف يسحب الدم اللي في موجود في التيشوز، وبالتالي الكونجشن يتحسن. الثلاث حاجات دول بيحسنوا حاله المريض، ولكن لقينا ان رغم تحسن حاله المريض فالمورتاليتي لم تتحسن، وابتدينا نفكر في نوع تاني من الادويه يقلل المورتاليتي، ادويه تحافظ لي على القلب، تو بروتكت القلب وترستور الفانكشنز بتاعته، وده هو اللاين الرابع. في الاكيوت هارت فيلير تعالوا نختار الدواء، عايز دواء يقلل البريلود، دواء يقلل الافتر لود، دواء يزود الكونتراكتيليتي. الصوديوم نيتروبوسايد هو افضل الادويه اللي بستخدمها لانه فازو دايليتور للفينز وللارترز، فيقلل البريلود والافتر لود مره واحده. وناخد بالنا ان في الاكيوت هارت فيلير الادويه كلها لازم تتاخد انترافينوس انجكشن غالبا في الاي سي يو، وبالتالي بنقي الدواء اللي ينفع يتاخد انترافينوس ويشتغل بسرعه، وده بيتحقق لي في النيتروبوسايد. في الكونتراكتيلتي ايضا اخترت الدوبيوتامين اللي هو بيحصل له انفيوجن في الوريد ويزود لي الكونتراكتيلتي بتاعه القلب. البدائل لو كان ما فيش صوديوم نيتروبوسايد عندي النيتريت والهيدرالازين، النيتريت فينو دايليتور تقلل البريلود، والهيدرالازين ارتيريو دايليتور تقلل الافتر لود، لما بجمعهم مع بعض برضه بالانجكشن بيقللوا لي البريفرال ريزيستنس ويقللوا لي الفينوس ريتيرن. بديل الدوبيوتامين هو الدوبامين، وده بقى البديل لسبب، لان لما الجرعه بتاعته تزيد بيشتغل ساعات على الالفا ريسبتور يعمل لي فازو كونستريكشن، وده بيضر المريض. في مجموعه من الادويه اسمها الفوسفوداي استريز انهيبيتورز اتشهرت لفتره وبعدين نامت شويه، زي الميليرينون والامرينون، كان ليهم اب اسمه الامرينون كمان، والامرينون تقريبا استخدامه بطل. هذه الادويه بتشتغل انها تزود السايكليك ام بي، لما يزيد السايكليك ام بي في البلاد فيسلز يعمل لي فازو دايليتيشن للبريلود والافتر لود يقله، ولما يزيد في القلب يزود لي الكونتراكتيليتي. كان المفروض ان المجموعه دي تبقى مجموعه مثاليه، لكن الادفرس افكتس بتاعتها واشهرها الثروموسيتوبينيا والاريثميا خلت المجموعه دي مش المجموعات اللي مش مستحبه، لكن ممكن نلجا لها للشورت تيرم يوز في حالات الاكيوت هارت فيلير. اللوب دايوريتك كمان من الادويه الكويسه جدا لانها بتقلل لي البلاد فوليوم وليها بعض الفينو دايليتور افكت، فممكن استخدمها في الاكيوت هارت فيلير لانها بتقلل البريلود. في حاله الكرونيك هارت فيلير يا ترى ايه الادويه؟ البريلود والافتر لود بقللهم بالمجموعه اللي بتقلل الانجوتنسين 2 زي الانجوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، او لو كان العيان مش مستحملها ممكن ادي بدائلها الانجوتنسين ريسبتور بلوكرز. بزود الكونتاكتيت بمجموعه اسمها الديجيتاليز جلايكوسايد اشهرها الديجوكسين. الديجوكسين دواء ما هو سيف، ورغم انه ما هو سيف فهو الفيرست تشويس لزياده الكونتراكتيليتي لان ما عنديش بديل. ناخد بالنا الادويه هنا بتتاخد اورال، فانا محتاج دواء يزود الكونتراكتيليتي اورال، ما عنديش الا الديجوكسين تقريبا، وبضطر الجا له مضطر.
بديل الاس انهيبيتورز هو النيتريت والهيدرالازين، والادويه دي ايضا بتتاخد اورال. ممكن ادي لوب دايوريتكس اورال او انجكشن عشان اقلل البريلود. نيجي بقى ازاي اقلل المورتاليتي. اول دواء اكتشفناه كان بيقلل المورتاليتي كان الهيدرالازين والنيتريت لما يتاخدوا مع بعض. تاني دواء وده كان بيقلل المورتاليتي لما يتاخد لوحده كان مجموعة الايس انهيبيتور الدواء الكابتوبريل الشهير، وده فتح لنا الباب بقى على ان ندور على ادوية جديدة. الديجوكسين واللوب دايوريتك ما كانوش بيقللوا المورتاليتي. المجموعة اللي بعدها كانت مجموعة البيتا بلوكرز. البيتا بلوكر زي الميتوبرولول والبيسوبرولول والكارفيدايلول ممكن استخدمها عشان اقلل المورتاليتي وهنتكلم عليها بالتفصيل. الدواء اللي بعد كده كان السبايرونولاكتون، ودي حاجة غريبة رغم انه دايوريتك ضعيف كان بيقلل المورتاليتي ب 25% لو اتاخد لمدة سنة، وتوصل 40% لو اتاخد لمدة سنتين ورا بعض. استخدام الأدوية دي له ترتيب. عادة ببتدي باللوب دايوريتك، أدوية سيف وبتحسن الأعراض بسرعة. بعدها على طول او احيانا معاها ادي مجموعه الايس انهيبيتورز. البيتا بلوكرز بيجي ترتيبها الثالث في الاعطاء بعد عام ما يبقى استابلايزد على اللوب دايوريتك والايس انهيبيتور، لانها بتقلل لي الكاردياك او فبتضايق العيان شويه. لو العيان ما اتحسنش بضطر احط له الديجوكسين. اخيرا السبايرونولاكتون. السبايرونولاكتون عاده بضيفه مع اللوب دايوريتك، منه يصلح لي البوتاسيوم اللي بيقل منها ومنه يحسن لي المورتاليتي. لو الاس انهيبيتور وبدائلها مش مستحبه ممكن ادي الهيدرالازين والنيتريتس بدل منها.